كان نشرح عليها هاي شو بس الشيء ما تقول لما قلت شاطش ما كان دور تحكي أنا ما جاش بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أخي نحن هون هلأ مرابطين على جبهة دوير الزيتون. طبعا دوير الزيتون يعني تعتبر هي خاصرة الجيش وطريق إمداده لباشكوي. أخوي نحن هون عم نستهدف الجيش تقريبا بقذائفنا يعني جهنم هاوين، والحمد لله يعني الهمم عالية والشباب كتير يعني معنوياتهم كويسة. هذه هي احد البرامج الذي القاها النظام علينا. نلاحظ هون مثل ما كنتم شايفين هي بقايا البرميل اللي عم يستخدمه النظام. طبعا هي الماده هي ماده الكلور السام،